كنت هنا البارحة، كنت هنا البارح الجمعة السبت. اتصلوا بيا الأصدقاء ديالي، قالوا لي اليوم أجانب، قالوا لي علاش ستان تاع المغرب خاوي، وشعرت بواحد الخجل بواحد الحرقة لا تتصور. شو الاسم ديالك؟ أنا سميتي حسن مرابيت، مقيم هنا في فنلندا، وجيت نمثل بلادي. أنا كنشعر بالخجل باش أنه في هذا المنتظم الدولي اللي تنظم هنا، يعني فهاد المقر اللي احنا متواجدين فيه، فيه تقريبا 70 دولة، وباش ستاند ديال المغرب يكون خاوي ما كان فيه حتى شي حاجة، حتى شي حاجة راه شيء مخجل و يعني محزن جدا. ولكن انا دابا كنشوف هاد الشيء، كنشوف بزاف الاشياء موضوع هذا فوق الطبلة، بزاف الاشياء. لانه في الصباح البارح ملي كنت هنايا مشيت بالليل، مشيت عند الاصدقاء ديالي، جمعت كاع الاشياء اللي لها علاقة بالمغرب وجبتها هنايا، واللي تقريبا كله ما نعسش، مشيت تنجمع في هاد الاشياء كلها عند الاصدقاء وكنتصل، والحمد لله استجبوا الدعوه ديالي. وكل اي واحد واش عطاني كل الاشياء اللي تشوفوا هنايا شفتها من عندهم، وطوعت باش نجي اليوم باش نبتلو المغرب احسن كثير، لانه لا يعقل انه يتم حجز هذا المكان ويخليه. وكي كان الشعور ديال هاد الفنلنديه معك البارح؟ هذه للاسف والله خليتها البارح تتبكي، لانها قالت لي انا هنايا ما عندي لا علاقه بهذا الشيء، غير انا كمتطوعه، فشعرت بواحد الحزن كثير. وحتى هي كانت تتبكي البارح، والله الا كانت تتبكي. وملي مشيت ما صافي خلاتني في واحد الحاله هيستيريا، قلت خاصني ندير شي حاجه، خاصني ندخل في هذه المساله هذه باش ننقذوا ماء الوجه ديالنا، لانه في فنلندا مقيم من 5000 مقيم فنلندي لا مغربي مقيم في فنلندا، وباش انه يبقى ستاند ديالنا خاوي راه تبقى وصمه عار، باش انه يكون هذا العدد، هذا الكم الهائل من المغاربه المقيمين في فنلندا وستاند المغربي يكون خاوي، ما خصناش نخليوه هكا. وشنو هي الرساله اللي بغيت ترسل للوزيره ديال السياحه؟ انا الوزيره ديال السياحه تنطالبها باش انها يتم تعيين الاشخاص اللي عندهم مؤهلات، اللي عندهم الغيره على هذه البلاد، خاصة في المنتظمات الدولية اللي خصهم باش انهم يشرفوا المغرب، حيت المغرب راه تاريخ وثقافة ونأكد عليها بلي راه يجب تمثيل المغرب احسن تمثيل في جميع المنتظمات الدولية، وراه لا يعقل انه يتم او تعيين اشخاص ليست لهم دراية بهذا الموضوع وغير يعني ملتزمين وغير منضبطين. دابا شحال الساعة المسؤول اللي على هاد الري واقفين هو؟ ما عندكش علم حتى فين هو؟ للاسف المسؤول ما كاين حتى شي مسؤول، لا نهار الجمعة السبت حيت ما كاين حتى شي مسؤول هنايا. ولكن كانوا نهار الجمعة في الصباح. في الصباح للاسف كانوا، ولكن في العشية ملي الصور اللي توصلت بها عن طريق الاصدقاء كان المكان فارغ جدا، وحتى ملي اللي كانوا هنايا كانوا جالسين في التليفونات، يعني ما عندهم حتى اي اهتمام بالصور. يعني تيتكلموا اللغة الفنلندية هما ولا؟ ما تيتكلموش اللغة الفنلندية للاسف. ربما يتكلموا اللغه الانجليزيه ولكن ليس بطلاقه، ولا ما قدروش يوصلوا اي رساله، لانه بالدليل ان صديقتي كانت طرحت عليهم واحد السؤال ولكن حتى واحد يعني ما علاش نظرك ما تواصلوش مع الجمعيات اللي قدوا يساعدوهم، ولا المغربيات اللي قدوا يجيو لباس مغربي وقدوا يساعدوهم باشياء كثيره؟ شنو كتشوف شنو يعني في نظرك علاش ما كانش واحد التواصل؟ ربما كانوا غيقوموا بهذا الواجب بدون شك. صراحه بدون شك، هذا بدون شك راه كانوا غادي يقدموا بالواجب اكثر لو كانوا يعني تم اخبار الجمعيات اللي مقيمه في فنلندا او المتطوعين المغاربه اللي كاينين هنايا، كنا غادي نقوموا بالواجب اكثر من هذا كله. ولكن السؤال اللي قدر نطرحوه هو كيفاش تيتم تعيين هاد الاشخاص هذو اللي يقدروا يمثلونا هنايا، هذا هو السؤال اللي خاص ليه الجواب. السلام عليكم.